وكثير سب الدهر عندنا وفي الأشعار، صح؟ زمن غدار موجود؟ موجود أو لا؟ زمن غدار والبحر غدار ومشي حال، ويوم أسود موجود. إذا يعتقد أن الدهر هو المؤثر بذاته هذا الشرك أكبر، وإذا يعتقد أن الله سبحانه وتعالى هو المقلب وهو الآمر والمصلف للدهر لكن يسب الدهر لأنه محل الشيء الذي يكره، يعني يقول لزوجته يقول والله أسود يوم في حياتي يوم التقينا، أنا ما أنسى هذا اليوم، مش علاقة اليوم، صح؟ صحيح؟ موجود؟ موجود، هذا محارب لأنه يعتقد أن الله هو المؤثر لكن يسب لأنه محل الشيء الذي يكره. الثالث خبر محض، خبر محض، هذا يوم عصيب، يقول هذا اليوم شديد البرد، هذا اليوم شديد الحر، لا إشكال، خبر محض لا ينوي المدح ولا الذم. الدهر ليس من أسماء الله لأنه لم يثبت لا في كتاب ولا في السنة، ثم هذا اسم جامد وأسماء الله مشتقة، ومن يقول أن الدهر من أسماء الله فقد جعل اعتقاد الجاهلية حق، لأن الله سبحانه وتعالى سياق الآية إنكار على من نسب الحوادث إلى الدهر، وكيف نجعل المخلوق خالقه. نعم، باب من سب الدهر فقد آذى الله. نعم، قال هذا فيه أن المخلوق لا يعتذر على الخالق ولا على أوامر الله، وهذه مخلوقات كيف تعترض عليها؟ ومنه سب الريح، حين تأتي ريح إيش تصنع؟ الموحد إيش يقول؟ الدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم يرد معنا، والمشرك ها إما أن يقول هذه الريح كذا كذا ويسب الريح. نعم، قال باب التسمي بقاضي القضاة ونحو، تعدي على جانب ربوبية، قاضي القضاة، ملك الملوك، حاكم الحكام، شاهان شاه. نعم، قال باب احترام اسماء الله تعالى وتغيير اسم الله لذلك، يعني احترام اسماء الله ما يمكن عندنا، ما يمكن أن نتسمى بأسماء الله، عندنا أسماء مختصة بالله لا يمكن يسمى بها أحد، الله الرحمن رب العالمين، وعندنا أسماء غير مختصة يصح التسمي بها على أنها أعلام محض، حكيم وحزام، ذق إنك أنت العزيز الكريم، قالت امرأة العزيز، هذا اسم فقط، عزيز أين؟ ليس بعزة، هذا مفهوم؟ لكن إن قصد بهذا الاسم الوصف الذي لا يكون لله أبو الحكم منع من التسمي، إذن عندنا أسماء مختصة لا صح التسمي بها إطلاقا، وعندنا أسماء غير مختصة صح التسمي على أنها أعلام محضة لا يقصد بها الوصف، وإن قصد بها الوصف منع من التسمي، مثل الحكيم من الصحابة رضوان الله عليهم حكيم بن حزام، وأبو الحكم منع لأنه هنا قصد به الوصف وهناك حكيم بن حزام لم يقصد به الوصف. نعم، قال باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول، هذا عليه الصلاة والسلام.